التصريحات اللي احنا سمعناها من صبري لابوشي ومن بعض لاعبي الفريق نادي الدحيل القطري بتدل على احترافيه شديده جدا يا كريم. طبعا اكيد صبري لاموشي اكيد عارف مقدار النادي الاهلي، وحتى هو قال يعني ان النادي الاهلي مرشح للمباراه اكتر من الدحيل بسبب الخبره، لكن طبعا اكيد احنا منظومه النادي الاهلي كلها اكيد يا كابتن اسلام بتحترم تماما فريق الدحيل، وحتى احنا في تحليلنا من بدايه اول يوم بنحترم فريق الدحيل، ولكن مش خايفين منه، احنا ما بنخافش من اي مواجهه، ولكن بنحترم الخصم وبنحطه في مقدره. وطبيعي نادي الدحيل واللعيبه، حتى علي عفيف كنت قريت حواره مع موقع رسمي للفيفا وعنده يعني طموح كبير طبعا ان هو طبعا يتخطو. حقه اكيد طبعا النادي الاهلي، ونحن يعني هدفنا او التارجت بتاعنا ان احنا نقابل بايرن ميونخ، طبعا اكيد مع كامل الاحترام لمستوى النادي الاهلي، لكن احنا يعني مستعدين في البطوله دي لتحقيق حلم جمهورهم ان هم يقابلوا بايرن، وان شاء الله ده ما يحصلش بكره ونطلع احنا الكسبانين يا رب ان شاء الله. ثابت برضو عايز اخدك في جانب اخر وهو الجانب النفسي خلال هذه الفتره، الجانب النفسي مهم جدا من وجهه نظرك، مين تعامل بشكل افضل سواء صبري لاموشي ولا بيتسو موسيماني؟ هو طبعا النادي الاهلي اتعامل بشكل كويس جدا، هو راح بدري يعني راح قبلها باسبوع اكتر كمان من اسبوع، معسكرين من فتره طويله، راحوا اتعودوا على الاجواء هناك، عرفوا الاجواء الملعب، حتى النهارده راحوا زاروا وعملوا زياره للملعب، شافوا شكل الملعب مش كل اللاعبين، ولكن كان الشناوي كابتن الفريق مع بقيه الجهاز الفني طبعا اخذوا خبره. بس في حاجه مهمه جدا، مهم ان اللعيبه تشيل الضغوط من عليها. أيوة. انت بتلعب في بطوله عالميه مهما كانت النتيجه، انت بتلعب يعني ايه، طبعا انت هتلتزم بتعليمات المدرب والادوار التكتيكيه، ولكن انت بتلعب عشان تتمتع. مهم جدا ان انت تتمتع نفسك، شيل الضغوط من عليك، انت بتلعب للاهلي، النادي الاهلي هو اكتر نادي في افريقيا وصل لكاس العالم للانديه، وتاني اكتر نادي شارك في البطوله في كاس العالم، وبالتالي النادي الاهلي بجماهيره دايما جمهوره هو اللي بيدعمك، ودايما طول ما جمهور النادي الاهلي في ظهرك ما تخافش من اي حاجه. اهم حاجه ان انت تشيل الضغوط من عليك، العب بمنتهى البساطه بمنتهى السلاسه، عايز تلعب بحريه خالص، ما يبقاش فيه تنشانه، دي نقطه مهمه جدا. احنا مش بتلعب بقى مباراه نهائيه، طبعا بتلعب في بطوله عالميه وكاس عالم، بس تلعب للمجد، العب عشان تعمل لنفسك اسم وبتعمل للنادي الاهلي وتعمل تاريخ، دي حاجه مهمه جدا. مهم ان انت تشيل الضغوط من عليك، لان انت لما بيبقى عليك ضغط نفسي كبير بتتوتر، والتوتر ده هيعمل اخطاء، والمباراه دي محتاجه ايه؟ محتاجه تركيز، والتركيز محتاجه تقلل اخطائك على قد ما تقدر.